أستاذ القانون الدولي العام. يا صباح الخير يا دكتور. اهلا بسيادتك، صباح النور على سيادتك والسيدات والسادة المشاهدين. يا اهلا بحضرتك دكتور ايمن. كنت بتكلم دلوقتي على اليوم اللي امبارح عشناه، وكان من قبلها بثلاث ايام في تحذيرات من سفارات امريكا، ثم ثلاثها كندا، وكانت الاخيره بريطانيا بتحذير رعاياها من يوم 9 اكتوبر اللي هو امبارح، وانه في نفس اليوم ده وقعت عمليات ارهابيه في بلاد اخرى بالعالم، اولها الحقيقه كانت امريكا. بتشوف التحذيرات دي ازاي؟ وهل لينا حق ان احنا نربط هذه التحذيرات بتوقيت احتفالية مصر والعالم بمرور 150 عاما على انشاء الحياة النيابية في شرم الشيخ مدينة السلام، واعادة الاضواء في العالم كله مرة اخرى الى مدينة شرم الشيخ بعد ان كانت مهجورة تقريبا؟ نعم حضرتك، دوما القانون وتحديدا القانون الدولي لا يترك شاردة او واردة، بحكم التخصص وتحديدا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 التي تضبط تنظم تؤطر العلاقات ما بين الدول، وعلى وجه الخصوص حقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية، ومنها هذه البعثات التي كانت قد حذرت تحذيرات معينة لرعاياها في مصر في يوم 9 أكتوبر، لا نستطيع إلا قول الحق أن هذه السفارات والبعثات الدبلوماسية لها الحق، لها الحق في حماية ورعاية مصالح هؤلاء الرعايا الأجانب، ولكن ذلك الحق ليس مطلق، له قيود، وهي ضرورة وواجب التعاون مع الدولة المضيفة في اختارها بمثل هذه التهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت من وجهة نظر أو وفقا لزعم هذه السفارات هي تهديدات خطيرة من شأنها، حذرت ونبهت هذه البعثات رعاياها بعدم التجمع وعدم مغادرة محل إقامتهم. القانون الدولي قبل الاتفاقية فيينا، ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بيلزم كافة الدول بالتعاون وبحسن نية، ليس في صعيد واحد ولكن على كافة الأصعدة. أما إذا كنا بنتحدث عن الإرهاب والتهديدات الإرهابية، فقرار مجلس الأمن 1373 في 28 سبتمبر 2001 وبعد الأحداث الشهيرة في نيويورك وواشنطن، مجلس الأمن ألزم الدول كافة بإنفاذ آليات محددة، منها التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتعاون بحسن نية. وكلمة حسن النية في حالة السفارات الأجنبية تعني ماذا؟ أن هذه السفارات لا تستطيع أن تخطر الحكومة المصرية في اللحظة الأخيرة أو تخطرها. عندك معلومة قولها، خايف عليا ومصلحة وقلبك على مصلحتي، عندك معلومة أن أنا عندي خطر وشيك قولي. نعم. مش تطلق تحذير، ومش قولي وبس يا فندم، بعد إذن مش قولي وبس، بمبدأ حسن النية، بمعنى أنه ممكن يقولي معلومة ولكن هذه المعلومة غير مدققة ولا محققة ولا مفصلة أو غير موقوتة، بمعنى أنها ليست في التوقيت الذي يجعل السلطات الأمنية تأخذ كل إجراءات الحيطة والحذر. نعم. في نقطة مسألة مهمة جدا، في مادة في أحد مواد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يحظر على المبعوث الدبلوماسي التدخل في أي أعمال من شأنها إثارة الاضطرابات أو التوترات أو ما يسمى بتكدير المجتمع الداخلي لدى الدولة المعتمد لديها، ما بين قوسين الدولة المضيفة، ما بين قوسين أيضا جمهورية مصر العربية. إذن لمصر، إذا رأت الحكومة، إذا رأت السلطات المصرية أن مثل هذه التحذيرات الخائبة بلغة القانون الخائبة هي انتقصت من كرامة وشرف وعزة وهيبة
الدولة المصرية والمجتمع المصري، فإن السلطات المصرية الدولة المعتمد لديها هذه البعثات التي حذرت رعاياها لها أن تتخذ ما تشاء من إجراءات وفق القانون الدولي تجاه هذه البعثات، ووزارة الخارجية أهل وكفء لاتخاذ الإجراءات التي في النهاية تصب في مصلحة المواطن المصري. ده أنا كنت مبارح بتكلم في هنا في صباح دريم في الحلقة يا فندم، إنه المواطن البسيط ربما أكيد مش دارس قانون زي حضرتك ولا خبير قانوني زي حضرتك، كان بيقول طب لعلمكم بقى لو بعد الشر أيوة. حصل حاجة من حق مصر ان هي تقاضي التلات دول دول، لان معنى كده ان هم كان عندهم معلومات وخبوها عننا. يا فندم بعد انا هقول لستك لغة الارقام لا تكذب، والمواطن المصري الشريف بحدسه وحنكره يعني هو على صواب. هقول لستك تاريخ محدد، 1998 الولايات المتحدة الأمريكية قصفت مصنع الدواء للشفاء في الخرطوم، وكانت الحكومة البريطانية تعلم علم اليقين بنية وعزم الإدارة الأمريكية على قصف المصنع. أشكر حضرتك. ماذا حدث في السودان في الخرطوم؟ حين تيقنت الجهات والمؤسسات الوطنية السودانية بأن الحكومة البريطانية كانت تعلم ولم تخطر عن طريق بعثاتها الدبلوماسية في الخرطوم بنية الإدارة الأمريكية، قامت الحكومة السودانية بالتهديد بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع حكومة المملكة المتحدة، وصارت أزمة دبلوماسية مع من؟ مع الحكومة البريطانية التي لم تقصف ولكنها لم تخطر الحكومة السودانية بهذا الحادث إن أدفانسد مسبقا. وحضرتك فعلا قلت يا فندم انه لا الخارجية المصرية قليلة وهتعرف كويس جدا تتعامل مع هذا الموقف، ولا جمهورية مصر العربية بلد صغيرة علشان نكون عارفين انه طبعا هي المؤامرة موجودة بالفعل واحنا متقنين من ده كويس جدا، ولكن احيانا يمكن يصعب عليك لما تحس ان اللي قدامك مستهون بذكائك شوية. بمناسبة بقى انه حضرتك بتدينا امثلة بتجارب لبلاد اخرى كيف اتعاملت مع مثل هذه المواقف الشبيهة، امبارح كمان من ضمن الامور التي اثارت جدلا واسعا كان قرار الرئيس السيسي ب تمليك الملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، او اعطائه نفس المنح نفس المعاملة المقررة للمصريين طبقا لاحكام القانون المنظم للتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. واحنا الحقيقة لما طلعنا بعض الدول الشقيقة لقينا انه هذا القانون او مثل هذه القوانين موجود بالفعل في ويطبق في بلاد اخرى زي الامارات، بس في الامارات كمان ربما ضمن مناطق معينة في دبي مثلا، انه على سبيل المثال حكم دبي كان في شهر مايو 2002 طلع قرار مرسوم بيسمح للأجانب بشراء العقارات ولكن ضمن مناطق معينة يحددها حاكم إمارة دبي. السعودية كذلك، قطر أيضا لها نفس التجربة، والبحرين والأردن، في الأردن يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالا غير منقولة شرط أن يقتصر تملكه في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم كمان، يعني إيه لها مناطق معينة قانون يا فندم قانونا، لأنه كمان الخبر ربما اللي بيقال من الجانب الآخر أنه ملك البحرين بيمتلك بالفعل فيلتين في خليج نعمة، وبالتالي كان هذا القرار من الرئيس السيسي بتمليكه قطعة الأرض اللي عليها الـ هذه الممتلكات. قانونيا يا فندم هل هذا القرار سليم أم أنه بيشوبه عيب ما؟ السيد رئيس الجمهورية ووفقا لمتابعة القاسي والداني في مصر لذلك الخبر وهذا القانون تحديدا لا يتخذ قرار مهم انفرادا، لم تحدث منذ تولي السيد الرئيس سدة الحكم في كافة المسائل، في التوقيع على إعلان اتفاق المبادئ، في القوة العربية العسكرية المشتركة، في موقفنا من سوريا. قرار أمس لجلالة العاهل البحريني لم يتخذه السيد الرئيس إلا بعد استشارة كافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية الأمنية وأيضا المستشارين القانونيين للسيد الرئيس. لذلك السيد الرئيس حين يتخذ قرار لا يتخذه على وجه الإطلاق
انفرادا، وهذه تحسب للسيد الرئيس، ولكن لابد الوسائل الإعلام تركز على هذه المسائل، ان في القرارات المهمة على المستوى الداخلي او الخارجي لا يتخذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رأس السلطة التنفيذية اي قرار بينتهك الدستور والقواعد القانونية المرعية. يعني يا فندم لو انه فعلا ملك البحرين عنده فيلتين في خليج نعمة قانونا ينفع انه الرئيس السيسي يمنحه الارض نفسها؟ سيادتك في قوانين بتخضع، قوانين مصرية وطنية تنظم. أنا طبعا أستاذ قانون دولي، خلي بس سيادتك أستاذ قانون دولي، بس بنرجع لحضرتك حقيقة استشارة قانونية. أنا لي الشرف، ولكن في الأول والآخر أنا متخصص في القانون الدولي، باحث في القانون الدولي. هذه المسائل الداخلية تنظمها القوانين والتشريعات المنظمة، سواء قوانين تملك الأجانب أو الاستثمار الأجنبي والمنطقة الحرة أو المسائل أخرى يعلمها المتخصصين كافة. ما أجزم به ولا أزعمه أن السيد الرئيس لا يجازف باتخاذ قرارات معينة تخرج عن إطار الدستور والقانون. لماذا يا فندم؟ لأن السيد الرئيس يعني عفوا مش ناقص هجمات وتقولات وفريات وترهات في وسائل الإعلام المغرضة وفي التآمرات الداخلية والخارجية، هو في غنى عن كل هذه المهاترات. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. ده كان الموضوع التاني اللي كنا الحقيقة حابين نتكلم فيه، لو بنحب كل يوم كده نتكلم.